فكره الشيرد ايكونومي او اقتصاد تشاركي في العالم مبني على حاجه عظيمه قوي في السيستم بتاعه، ان مين اللي بيقول الشخص ده يشتغل او ما يشتغلش، مين اللي يقرر، هل الشركه او هل السيستم بتاع الدوله ولا العميل نفسه. عشان كده النقطه دي مهمه قوي، العميل شريك لينا في الموضوع ده. لو حضرتك نزلت من رحله عملت ريتنج للكابتن وحش وسبت التعليق بتاعك، الموضوع ده بيتاخد بجديه تماما. الريتنجز الوحشه، وعلى فكره الطرف الثاني بيعمل ريتنج برضه، يعني الكابتن يعرف يعمل تقييم للعميل. التقييم الوحش ده هو اكتر حاجه بتقيس، واحنا دايما بنستجيب ليه بسرعه جدا. يعني تجرب في مره كده تدي تقييم في مشكله وهتشوف استجابتنا عامله ازاي، لان هو ده صوتك لينا. يعني انت لو ما وصلتناش صوتك احنا مش شايفينه، فاهمني؟ اهم صوت في المنظومه بتاعت الاقتصاد التشاركي عموما هي الريتنج. لان لو حضراتكم كده ركبتوا مع كابتن سي، انا كابتن، حضراتكم الثلاثه ركبتوا معايا وانتوا الثلاثه بتدوا ريتنج وحش، جت لو انا تركب معاه لقيت ريتنج بتاعه وحش مش هتركب، هتكنسل الرحله خلاص، الراجل ده بقى من غير شغل. والعكس لو في كاستمر وحش والكباتن عمالين يديله ريتنج وحش وظهر للكابتن ان هو الكاستمر ده عامل او العميل ده عامل طلب، هيرفض الرحله بتاعته. فالريتنج ده او التقييم ده، هل في ليميت معين مثلا من الريتنج المفروض ان الكابتن ده طبعا هو إيه؟ طبعا احنا في كريتيريا واضحه، في معايير واضحه ودايما بنقولها للكباتن. مش هقدر، انا مش عارفها دلوقتي بالظبط، بس ممكن ابقى اشير معاكم لو ينفع نسكروز الحاجات دي. بس في معايير واضحه بنقول للكباتن، انت بعد تقييم معين بينزل لك غرام، بعد تقييم معين بيحصل لك مشكله، بعد تقييم معين هنجيبك تاني نعمل لك تريننج، بعد تقييم معين ممكن اخرجك خالص بره النتورك. طب انت كده هتخرج السواق بره النتورك، العميل بقى هو لو قيمه وحش، يعني لو السواق اول ما قيمه وحش هتلاقي على طول جاي لك رد من الكير بتاعنا. ما دي ميزه ان احنا عندنا منظومه للكير، منظومه للكول سنتر، هتلاقي جاي لك رد على طول فورا. يعني جرب، من عشان كده بقول لك جرب، لو حصلت مش عشوائي، لو حصلت هتلاقي على طول جاي لك حد بيتواصل معاك ويعرف سبب المشكله، وهتلاقي بيحاول يحل المشكله وهيرجع لك بالحل. طب لو هو قيمني انا بطريقه سيئه هيحصل العكس، ولازم هيتواصل، ما هو بيتواصل معاك وياخد الشكوى منك ويتواصل مع الطرف الثاني يعرف المشكله، بيعمل انفستيجيشن، يعني بيعمل تحريات وكده. وكده قبل كل ده بيحصل لك كومبنسيشن عشان انت في الاخر ما كنتش مبسوط. ده اهم حاجه في النقل التشاركي او في الاقتصاد التشاركي عموما هو التقييم. وعشان كده دايما بنبعت للعملاء بتوعنا، لو سمحتوا ما تنسوش التقييم، لو سمحتوا ما تنسوش التقييم، التقييم ده اهم حاجه، هو اللي بيساعدنا ان الحاجات دي ما تحصلش. ونفس الحكايه من الطرف الثاني، يعني برضو الطرف الثاني من حقه انه يقيم.